بعد احتلال العراق عام 2003 ودخول القوات الأمريكية، كلف بشار الأسد اللواء مصطفى التاجر بمهمة سرية، والذي اغتيل بعد إنجازه هذه المهمة، حيث كلف بتدريب عناصر للقاعدة في الأراضي السورية ثم نقلهم للعراق. هذه العملية كانت بالتعاون مع النظام الإيراني. وش المعلومات اللي تعرفها عن الجهاديين اللي كانوا يطلعوا من سوريا إلى العراق؟ الجانب السوري، هناك كان اتفاق ما بين النظام السوري ومخابرات السورية وتنظيم القاعدة، أنه تنظيم القاعدة تعهد أنه لن يستهدف أي محطة أو يستهدف أي هدف سوري مقابل أنه سوريا تسهل مروره ومرور عناصره عبر مطاراتها إلى العراق. مش تستفيد سوريا الآن؟ تستفيد بهالحالة، لما شعروا أنه أمريكا هدفها أسقاط النظام وأسقاط حزب البعث في العراق، كان في هناك هاجس أنه هذا الموضوع أيضاً، خاصة بعد ما صرحت كونديز رايس بالشرق الأوسط الجديد، أنه التجربة العراقية هي مرحلة للوصول إلى سوريا. فتغيير حزب البعث وإزالة نظام الحكم في سوريا هو هدف ثاني للأمريكان بعد ما يخلصون العراق. فكان هدفهم أنه يكبدوا الأمريكان أكبر خسائر في العراق كي لا يفكروا بغزو بلد آخر. هذا الهدف اللي كان أجهزة المخابرات السورية اشتغلتها. دخولهم خروجهم من سوريا إلى العراق كان بإشراف مين؟ دخولهم وخروجهم كان بإشراف الأمن العسكري. في أشخاص معروفين تعرفونهم؟ كان في ضابط كان يشتغل بفرع تدمر العسكري، فرع البادية يسمونه، هذا كان هو المسؤول عن إدخالهم إلى العراق. وكان يعني في تسهيلات، وكان تشكيل الخلايا الجهادية في حلب ودمشق واللاذقية، وهي كان يتم بعلم الأمن العسكري، وكانوا يغضون النظر عنهم ويسمحون لهم بالدخول إلى العراق، يوصلونهم للحدود، المخابرات العسكرية توصلهم للحدود في البوكمال ولا وين؟ في البوكمال وفي الحسكة، والمخابرات الإيرانية تتلقفهم من حدود العراق وتدخلهم على إيران ويتم تدريبهم هناك. فأنا زعيم خلية حكى لي، يعني اسمه من بيت السنكري من اللاذقية، فسألته أنه كيف خلي من هون الأمن العسكري يوصلون الحدود، الإيرانيين أخذونا على طهران حطونا بمعسكرات تدريب، من معسكرات تدريب دخلونا على قندهار على أفغانستان. زعيم خليل هذا من هو؟ سنكري، كونيتو سنكري. طبعاً الأمن السوري شو غايته بالموضوع؟ أول شيء يفرغ المدن السورية من أصحاب الفكر المتشبع بالسلفية. اثنين، يحقق أهداف مع أمريكا، أهداف للتفاوض. بأنه أنا أكب عليكم هالكم الهائل من الإرهابيين والمتطرفين. نعم. بناء عليهم، وهم طبعا يسمونهم جهاديين. إيه. فبناء عليها احنا يصير عندنا ورقة مفاوضات مع امريكا انه هذا الموضوع، ونحن قادرين انه نحن نحط حد لهذا الموضوع. من الضابط اللي تقول في تدمر كان مسؤول عن الموضوع هذا؟ والله راح عن بالي اسمه، لكن كنت اعرفه، ضابط رئيس فرع البادية في تدمر، كان هو المشرف على ادخالهم، لانه طريق البادية غير طريق بس كان كل أجهزة الأمن عنده تعليمات أنه أي واحد يروح على العراق للجهاد سهلوا الأمور وخلوا يروح. كل الأمن اللي على الحدود.